بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مزمور 119. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجب لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ولسان الغيش. ماذا تعطى وماذا تزاد أيها لسان الغيش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة، ومع مبغضي السلام كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني باطلا. هللويا. درس النهاردة عن المسيحية والإعلام المفتوح، فدرس بسيط ومعروف ليكم كويس قوي. وإحنا كلنا عارفين الإعلام مفتوح في كل المجالات، سواء كان الصحف أو المجلات أو الراديو أو التلفزيون والفيديو والكمبيوتر والإنترنت والموبايل والفيسبوك والواتساب والإنستجرام وغيرها كتير جدا جدا. عايزين نعرف تأثيره علينا إيه، وإزاي أوظفهم في حياتي بحيث إني أستغل إيجابيتهم وأبعد عن سلبيتهم، وإيه هي طريقة التفاعل السليم معها كإنسان مسيحي، لأن وسائل الإعلام فيها اللي يفيدني واللي يضرني، فلازم أعرف وأختار اللي يفيدني وأبعد عن اللي يضرني. أول حاجة هنقول إيه هو دور الإنترنت في حياتنا. الإنترنت عالم مفتوح له دور إيجابي وليه دور سلبي. لو هتكلم عن الدور الإيجابي هقول إن المراسلات الإلكترونية اللي هي المسج بأعداد كبيرة جدا وسرعة عالية جدا، فبيكون في تواصل ما بين الناس في العالم، والمسج قربت الناس لبعض. فزمان كان بيتم إرسال جواب ورق وبياخد أسابيع عقبال ما يوصل في بلد مختلفة، دلوقتي بمجرد ما نكتب الكلام اللي احنا عايزينه في مسج بيتبعت في نفس اللحظة وبسرعة عالية جدا. تاني حاجة هو الحصول على معلومات في كل الموضوعات، أي موضوع بنقدر نكتبه على جوجل أو غير جوجل أو الموسوعة العلمية بنقدر نجمع معلومات وبنعرف عنه كل حاجة. تالت فايدة هو إجراء بحوث متخصصة، نقدر نعمل بحث متخصص عن حاجة ما كانش لينا علم بيها قبل كده، والتعليم عن بعد وحجز تذاكر الطيارات والتجارة، فنقدر ببساطة نعمل كورسات في بلاد غريبة وبعيدة جدا، ونقدر نحصل على شهادات كتير جدا وإحنا قاعدين في مكاننا. وكمان ليه فايدة التواصل مع الأصدقاء والأقارب بالصوت والصورة، زائد معرفة أخبار العالم كله بسرعة فائقة. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، فيعتبر تطور العلم ووسائل الإعلام عطية وبركة كبيرة من ربنا، ونقدر نستخدم دورها الإيجابي من أجل الإيمان المسيحي ونشر كلمة ربنا في كل مكان في العالم. إنما للأسف دور الإعلام برضو ليه دور سلبي. أول حاجة العزلة الاجتماعية عن الأسرة أو الأصدقاء، فكل واحد في الأسرة بيبقى مشغول بأي حاجة تخصه يبحث عنها بتبعده عن باقي أفراد الأسرة. تاني حاجة الدخول إلى مواقع منحرفة، لأن وسائل الإعلام مفتوحة وببساطة ممكن أي حد يدخل على أي موقع غير آمن، وبسبب الفضول بتتم معرفة خاطئة جاية من مواقع خاطئة ليها أهداف لتحطيم الشباب وإفساده. كمان إدمان الكمبيوتر بيؤدي لإنحناء الظهر وضعف البصر وتشوهات كتير جدا في الجسد بسبب الأعداد الكتير على الكمبيوتر أو مسكة الموبايل طول الوقت، فدي من الأثار السلبية للإنترنت في حياتنا، بس فوائده وإيجابياته أكتر بكتير من سلبياته. لذلك أنا علي أن أختار الإيجابيات وأتجنب السلبيات وحافظ على نفسي منها. تأثير وسائل الإعلام، من التأثيرات الإيجابية في تأثير عائلي وتأثير مجتمعي. بالنسبة للتأثير العائلي هنلاقي كل فرد من الأسرة بيعيش مع وسيلة الإعلام اللي تناسبه، وعلى كل واحد طبعا يختار الوسيلة اللي تناسبه واللي تبنيه روحيا في إطار مقدس، بحيث أنه ما يأثرش على تماسك الأسري، ويبقى فيه وقت لاجتماع الصلاة بين أفراد الأسرة ودراسة الكتاب المقدس، أو إن هم يقعدوا مع بعض في روح ألفة ومحبة عشان يحافظوا على ترابط الأسرة. وبالنسبة للتأثير المجتمعي فهو ليه أثار حلوة جدا، بيقدم للمجتمع قضايا مهمة بأسلوب إيجابي، زي مثلا قضية الإيمان بالله الواحد وبيحارب الإلحاد، ففي ناس كتير لا تؤمن بوجود الله وناس بترفض وجوده، فتعتبر وسائل الإعلام بتواجه هذه الأنواع من الإلحاد وتثبت الإيمان بوجود الله. تاني حاجة تأصيل القيم المشتركة، وتأصيلها يعني تثبتها وجعل لها أصول ومبادئ أساسية. والقيم المشتركة هي المحبة والخير والشجاعة ومساعدة الآخر والبحث عن حقوق الآخرين وحقوق الإنسان ومواجهة المشاكل اللي بتقابل
الإنسان عامة. فوسائل الإعلام بتنشر القيم والفضائل على المستوى الفردي والمستوى المجتمعي، وطبعا الفضائل دي بتوصل للعالم كله وبتبقى قيم بيشترك فيها جميع أفراد العالم. ثالث حاجة التاريخ المشترك، فمعروف طبعا إن في تاريخ مشترك ما بين الدول بيتم نشره في وسائل الإعلام، زائد كل بلد لها تاريخ ولها كفاح ونضال وبناء وطني، وتناقش القضايا الاجتماعية كالبطالة والفقر والمرض، وإزاي تكافح كل ده بجهود مشتركة، وبتناقش قضايا محو الأمية، وبتواجه الخرافات، وبتقدم توعية شاملة وآراء للجميع، كما تقوم بمكافحة العادات المضرة بالإنسان زي التدخين والمخدرات، وتقدم توعية من أمراض كتير بيتم مواجهتها زي السرطانات وأمراض القلب والكبد وغيرها كتير. ده غير القضايا القومية زي قضية المية وقضية مكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا اللي تتبناها وتتفق عليها وتدعمها. كل دي تعتبر تأثيرات إيجابية للمجتمع، وفي كمان تأثيرات سلبية زي ما احنا كلنا عارفين إن النت ليه تأثير خطير جدا في استنزاف الوقت والحماس الروحي، فما بيديش فرصة للقراءة الروحية أو القراءة عامة أو خدمة الآخرين، فالوقت كله بيضيع في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت. تاني حاجة صعوبة الصلاة في نهاية اليوم بعد استنزاف الوقت الكتير أمام التلفزيون أو الإنترنت، بيبقى فيه صعوبة للوقفة قدام ربنا بسبب استنزاف طاقة الجسم، وأيضا الإدمان للكمبيوتر اللي بيفصل الإنسان عن الواقع ويربطه بعالم افتراضي، كما في أضرار صحية كتير جدا زي زيادة الوزن وضعف النظر وانحناء الظهر وضعف الجسم والعضلات بسبب القعدة الكتير. كيف تتعامل كمسيحي مع وسائل الإعلام؟ أول حاجة لازم أشبع نفسي روحيا، وده يتطلب مني حياة حقيقية وعلاقة حقيقية مع الرب يسوع من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وتمارس حياة الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، وتواظب على قراءة الكتاب المقدس، وتحضر الاجتماعات الروحية والتناول باستمرار عشان تثبت في المسيح والمسيح يثبت فيك، وتتأصل روحيا وإيمانك يبقى قوي. تاني حاجة الإشباع الثقافي والقدرة على الانتقاء، فلازم تشبع نفسك ثقافيا لتكوين عقل ناضج يميز بين الصواب والخطأ والنقد والتحليل، لأن في وسائل الإعلام هتلاقي مجال كبير جدا مفتوح في الصح والغلط، فلازم تعرف الصح كويس قوي عشان تقدر تختار وتميز ما بينه وما بين الغلط. وزي ما قال لنا في رسالة تسالونيكي الأولى، امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن، يعني مش أي حاجة أقبلها وخلاص، لازم أميزها إن كانت صح ولا غلط وأختار الصح وتمسك بيه، ونرفض الهدام منها، لأن النفس الشبعانة تدوس العسل، ويقصد بها النفس الشبعانة بربنا تدوس على كل مغريات العالم، والتمييز بين الجيد والرديء وبين اللائق وغير اللائق. وزي ما قال لنا في كورنثوس الأولى، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، وكل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تبني، وكل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. فإحنا نعتبر إن الآية دي كده ميزان أنا بستخدمه في كل حاجة بتقابلني، فكل حاجة همتحنها وأشوف هل هي توافقني كإنسان مسيحي، وهل هي هتبنيني مش هتهدمني، هتبني إيماني وهتبني عقلي وروحي، وهتحافظ على سلامي الداخلي، ولا تتسلط عليا، يعني ما تتحكمش فيا، بل أنا اللي أتحكم فيها. فلو كل حاجة امتحناها وقسناها على توافق وتبني ولا تتسلط عليا، هقدر أختار الجيد وأبعد عن الرديء، واختار اللائق وابعد عن غير اللائق. ثالث حاجه الاتجاه نحو الاعلام المسيحي، يعني بعد ما اشبع روحيا واشبع ثقافيا ويبقى عندي قدره على الانتقاء والاختيار، هتجه ناحيه الاعلام المسيحي. فهناك العديد من القنوات اللي بتعبر عن الكنيسه وليها اهداف واضحه وصريحه، وهو البناء الروحي من اجل الحياه في الملكوت. كمان هدور على اللي يفيدني روحيا من خلال كل موقع انا ببحث فيه او بتعرض له، فلازم أتجه دايما ناحية اللي يبنيني روحيا وأبعد عن اللي يهدمني واللي يسرق سلامي. آخر حاجة عايزين نعرف أهمية وسائل الإعلام المسيحي، إيه أهميتها؟ أول حاجة هي بتحقق الحضور والتمثيل القبطي في العالم، فإحنا كأقباط مسيحيين لينا وجود ولينا ثقافتنا وإيماننا نعلن عن حضوره في العالم. تاني حاجة الوصول لكل بيت قبطي، لأن في بيوت ما بيقدروش إن هم يروحوا الكنيسة بسبب مرض أو تعب أو عجز أو بسبب الانشغال بالعمل، فدخول وسائل الإعلام القبطية لكل بيت قبطي ده يعتبر عطية وبركة كبيرة جدا من ربنا، إن الصلاة والثقافة المسيحية دخلت لكل بيت مسيحي من أجل البناء الروحي. ثالث حاجة تقديم برامج بناءة للشباب، ففي موضوعات كتير جدا تخص الشباب بتعمل لها برامج مخصوص من أجل
النمو الروحي للشباب والاهتمام بكل قضاياهم. رابع حاجة التعبير عن المواقف القبطية من القضايا المختلفة، ففي قضايا كتير في البلد بتخص الأقباط بيتم مناقشتها وتعبير عن موقف الأقباط منها. وبكده يكون الدرس انتهى، ولإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين.